ثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب، عندنا كتاب واضح في المسار العلمي، درس كيف أميز بين ذكور وإناث الحيوانات، الصفحة 69. هذه الصفحة 69. الصفحة 69، كيف أميز بين ذكور وإناث الحيوانات. Comment je distingue le mâle de la femelle chez les animaux? Le mâle, comment je distingue et كيف أميز le mâle ذكر ذكور de la femelle ذكور من الإناث chez les animaux عند الحيوانات. إذن هدف تعلمي أميز بين ذكور وإناث بعض الحيوانات. Je fais la différence, donc أعمل ندير الفرق entre les mâles بين الذكور et les femelles والإناث الحيوانات des animaux. انطلق ألاحظوا صور الحيوانات التالية، هذه الصور اللي عندي، وأضع في الخانة علامة، هذه العلامة للأنثى، هي هذه علامة للأنثى، وعلامة هذه العلامة هذه للذكر، العلامة هي عندي هنا دورت عليها. إذا الصورة الأولى عندي خروف، خروف له قرون، شعر، هذا ذكر أو أنثى؟ هذا ذكر. أضع علامة ذكر. هذه الصورة الثانية كلبة لها صغارها، هذه من طبيعتها الأنثى بس عرفناها بالصغار. هذا الديك الرومي، هذا ذكر أو أنثى؟ هذا ذكر. الناقة الناقة وصغيرها، هذه ذكر أو أنثى؟ أنثى، لأن كيف عرفنا بهذا الصغير للأنثى. وهذا الفرس، فرس أيضا في الصورة الخامسة، هذا ذكر أو أنثى؟ هذا ذكر، كيف عرفنا بلون الشعر. إذن أتساءل سؤال، كيف أميز بين الذكور وإناث الحيوانات؟ كيف أميز بين ذكور الحيوانات وإناثها؟ أفترض بملاحظة القرون، بملاحظة القرون العضو التناسلي لون الريش. إذن هذه المسألة باش نميزو بين الذكور والإناث. أختبر، أبحث في وثائق عن صفات تميز بين ذكور وإناث بعض الحيوانات، وأربط بخط بين الأنثى والذكر للحيوانات التالية. عندي مجموعة من الصور، نبحث في هذه الصور، في هذه الوثائق عن صفات تميز بين الذكور والإناث بعض الحيوانات. مثلا عندي هنا الدجاجة لون الريش أبيض، عندي هنا الديك لون الريش هنا أحمر أو غادي لون أحمر، وعنده هنا واحد العرف. إذن الدجاجة ذكرها الأنثى، ذكرها هو هذا الديك. إذا أربط بينهما، بين الدجاجة والديك. عندي هذه اللبؤة في الصورة الثانية، وهنا عندي في الصورة الثامنة هذا الأسد، والأسد ذكر، وكتلاحظوا أن الأسد عنده هذه اللبدة، هذا الريش اللي عنده هنا في هذا يميز الذكور عن الإناث. إذا أربط بينهما،
الصورة الثالثة عندي هنا واحد الطاووس، أنثى ديال الطاووس، هنا الطاووس الذكر في الصورة الخامسة. ما يميز هذا الذكر أنه لون الريش، لاحظ الأنثى هنا لها صغارها. إذا أربطوا بين الأنثى والذكر. وعندي في الصورة الرابعة بقرة، وعندي هنا عجل لون جلده أحمر، عنده هنا قرون أيضا. لاحظوا اللون ديال الجلد عند الأنثى البقرة. أربطوا بين البقرة والعجل. إذا أكمل الجملة بما يناسب من الكلمات التالية. اللبدة، قلنا اللبدة عند الأسد هي ديك الشعر اللي كيكون على الكتف. الضرع عند الحيوانات يكون عند الأنثى، لكي ترضع صغارها. الريش تناسلي، العضو التناسلي. العرف عند الديك، هذا العرف هذا اللي يكون عنده هنا هو هذا. أميز إناث حيوانات بوجود الضرع عند إناث الحيوانات، وأميز بعض الذكور بالعرف، عند الديك مثلا، وبألوان الريش، ألوان ديال الريش عند الطاووس كما شفنا عند الطاووس، أو باللبدة، اللبدة عند الأسد لحظة، أو بالعضو التناسلي. إذا أميز إناث الحيوانات بوجود الضرع، وأميز بعض الذكور بالعرف أو بألوان الريش أو باللبدة أو بالعضو التناسلي. السخلص، أملأ الفراغات بما يناسب الجنسية، علامات التمييز، أجسامها. إذا نكمل هذه الفراغات لنضع الخلاصة. يمكن التمييز بين ذكور وإناث بعض الحيوانات بملاحظة علامات تظهر على مدى على أجسامها وتسمى بالصفات الجنسية. إذا نأتي أغني معجمي، درع بالفرنسية إن بيس، عضو تناسلي، أن أورغان ريبرودكتور، صفة جنسية، كاركتير سيكسويل. استثمر، عندي هنا الاستثمار، هذا واحد التمرين ونجيزه في الأخير. Je coche la case de l'animal pour lequel je peux distinguer le mâle de la femelle. Je coche maintenant. أضع علامة. La case de l'animal. في خانة الحيوان. Pour lequel je peux distinguer. الذي يمكن التمييز بين الأنثى، ديسينغ لو مال دو لا فيميل، بين الأنثى والحيوان. عندي هنا فورمي هي النملة، هذه يمكن تمييز بين الأنثى والذكر والأنثى، لا هذا لا يمكن التمييز. لو سينج، عندي هنا لو سينج هو القرد، هذا يمكن التمييز بين الذكر والأنثى لهذا الحيوان، نعم. إذن أضع علامة. موتون أي الخروف، يمكن تمييز بين الذكر والأنثى، نعم. لو شيفال، الحصان،
يمكن التمييز بين الذكر والأنثى؟ نعم يمكن، أضع علامة. لو كاناري، الطائر الكناري، يمكن التمييز بين الذكر والأنثى؟ لا. وعندي أخيرا إليفون، إليفون هو الفيل، هل يمكن التمييز بين الذكر والأنثى؟ نعم يمكن التمييز، أضع علامة. ونأتي إلى نهاية درس، شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في درس آخر.